السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستكمالا لفيديوهات اليوم الأحد 20/6/2021، طبعا احنا في شارع 9، وطبعا دايما الناس على البحر يا جماعة، انتم شايفين الناس على البحر ايه. الناس على البحر زي ما انتم شايفين، الناس موجوده اهي بيملكوا الطريق. طبعا الساعه دلوقتي عندنا 9 الا تلت، ناس ماشيه على البحر وناس قاعده تحت، مفيش ادنى مشكله. خلاص البحر مرخص مصرح دلوقتي، اللي عايز يقعد يقعد 24 ساعه يقعدوا على البحر، محدش يقول لك انت قاعد بتعمل ايه. طبعا شايفين يعني الصورة واضحة، يعني مش عايزة كلام. سيكالات على الشمال وعربيات على اليمين، اكيد الناس دي كلها اللي راكنة عربياتهم ولا مكانهم، الناس دي كلها قاعدة على البحر. يعني الناس دي كلها قاعدة على البحر اهو، شايفين الناس اهو. انا بحاول على قدر المستطاع ان انا اجيب لكم الطريق يمين وشمال، يعني على قد ما نقدر نجيب لكم الطريق يمين وشمال اهو. شايفين اهو طبعا كل العربيات اللي على اليمين دي اللي شايفينها، واللي على الشمال ده كله ناس موجوده فعلا على البحر زي ما انتم شايفين اهوت. انا بودي الكاميرا يمين وبوديها لكم شمال علشان خاطر نبقى يعني قدرنا ان احنا نجمع ونجيب المكان كله. طبعا كل عارف انا فين دلوقتي، ده السنترال تمام اهوت. ناس موجودة على البحر هي، حتى زي ما انا قلت الاغلاق على اللهم صل على سيدنا النبي محمد. شايفين الناس قاعدين، والمكان ده فيه ناس كتير قاعدة هي. الاغلاق على المحلات فقط وليس على الناس نفسها. 24 ساعة تقدر تتحرك، تقدر تمشي. يعني شايف البحر النهاردة عدد كبير، ناس قاعدة قوي، يعني الجو النهاردة جميل جدا، يعني حتى في سحام زي ما انتم شايفين اهو بنتحرك في شارع 9 بصعوبة. وربنا كرمني بواحد سايق قدامي اهوت، مش عارف يعني ماشي براحته خالص. سيبكم بقى تتفرجوا يا جماعه عندي، لان الصوره واضحه. يعني ودايما والله دايما التايلانديين يسالونا، والله العرب جايين امتى، العرب جايين امتى، يعني دايما حتى كلهم بيقول لك نتحمل كمان شهر ال 14 يوم اللي يجوا يقعدوهم في بوكت، وبعد كده هيكونوا بتايا. طبعا ده الباب اللي انا وريته لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، بتاع رويال جاردن سنترال، رويال جاردن
معلش ان كنت بسرع الفيديو شوي، ان انا بتحرك بسرعه لان انا في مشوار في ميعاد رايحه، فعايز بحب التزم بمواعيدي. انا بني ادم فينا كلمه، وهي عندي ميعاد الساعه 9 مع ناس وقاعدين منتظريني، فبحاول ان انا اسرع علشان بس ما اتاخرش عليهم، وانتوا برضو بتتفرجوا معانا على قدر المستطاع. طبعا المساج شغاله زي ما انتم شايفين، وقاعدين قدام الباب. طبعا ده دخلت لوكن ستريت. طبعا قبل كده عملنا لكم فيديوهات من لوكن ستريت، وشفتوا لوكن ستريت وفاضي قد ايه، وما زال فاضي برضه. هو شارع جهنم اللي ما كانش 24 ساعه ما كانش بينقفل. فسبحان الله، ربنا يصلح الحال للجميع. تحياتي لكم من بتايا تايلاند، وكل عام وانتم بخير، وانتظرونا في الحلقات القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.